انا ابتديت، بص انا كنت اصلا عايشه في السعوديه، يعني اتولدت وتربيت هناك 11 سنه تقريبا، وسافرت بلاد عربيه كده جنب السعوديه، اردن وسوريا طبعا قبل الحرب وكل الكلام ده. وبعدين لما جيت استقريت في مصر، انا دايما عندي شغف ان انا عايزه اكسبلور اماكن كتير وجديده، وانا اصلا بحب كده ايه اقعد مع ناس جديده واكتسب منهم حاجات. فانا اصلا بابايا تركي الاصل، واو، فقلت ايوه بقى ايوه بقى ايوه تعالي لنا اسمعي يا بنات. اخوكي اللي بره صح؟ في اخوك، عريس بره، في عريس بره، بس هو لسه ايه في 19 سنه، فيعني يعني لا بس اتربى على ايديهم. عندي واحد في البيت 26، فيعني يا صاحي جماعه يا موجود بنات صاحي يا بنات صاحي بيسمعنا. تمام. فقلت يعني انا ابتديت الحقيقه 2013، نيو يير بتاع 2014، واحنا داخلين 2014، رحت اكتشفت تركيا. قلت لازم ابتدي كده الرحلة بتاعتي من انا فين، عايزة اشوف تركيا ايه الثقافة بتاعتهم. انا دايما كنت يعني كده عندي شغف ان انا اعرف، كنت بقعد مع جدتي اسمع مش عارف ايه، بس انا بابايا ما جالوش حظ ان هو يروح هناك، فانا قلت لا دي تبقى البوينت بتاعتي الاولانية ويلا بينا. فروحت الحقيقة اسطنبول، انا اهلي من اسطنبول، بس اسطنبول شوية عاملة زي يعني تاريخية شوية. يعني